المرة الثانية في لقاء لهذا اليوم. وفي البداية نشكر كل سابق حضور ممثلي الأحزاب الجالية السودانية وكل الإخوة الحضور في هذه الندوة. حقيقة قبل ما نبدأ في البرنامج نود أن نرحب برفاقي معي في المنصة الإخوة من حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، الأخ حسين مناوي، الأخ نور الدين محمد أحمد، الأخ محمد بشير، وأيضا نرحب بالإخوة في حركة تحرير السودان بقيادة الرفيق المناضل عبد الواحد محمد نور، الأخ يوسف إسحاق، الأخ طه محمد زكريا، كما أيضا ننتهز الفرصة ونرحب بأبونا وأستاذنا الكبير علي أسكوري عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية. وفرصة سعيدة هو موجود معنا اليوم يشاركنا هذه الندوة. وبرضو لا يفوتني أن نعرف نفسي بكم، الأخ كمال كمبال رئيس مكتب الحركة الشعبية ببريطانيا. وكما تعلمون الندوة جاءت لتطورات سياسية في السودان قد تقود السودان إلى بر الأمان، وأيضا قد تقوده إلى مزيد من الشتات ومزيد من الانقسامات. السودان بمر بفترة حرجة يتطلب تشاورنا، يتطلب وحدتنا، يتطلب تعاملنا مع القضية أو المشكلة في السودان بطريقة حكيمة حتى نقدر نحافظ لما تبقى في من السودان الشمالي. حقيقة هناك تطور حدث في الساحة السودانية، ممكن الجميع قد تابعوا في وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية. فنحن قررنا ننادي كل السودانيين قيادات ومؤسسات المجتمع المدني لنتشاور معهم عن مجريات الأحداث في السودان الممكن يعني قد تؤدي يعني لطرق مقفولة أو مفتوحة. فندوة اليوم بالنسبة لنا ندوة هامة، ولمزيد من التفاصيل نحن نقود في شرح الوضع. و سيتقدمنا من حركة تحرير السودان قيادة مناوي الأخ الرفيق نور الدايم محمد أحمد. نور الدايم محمد أحمد راجل غني عن المعرفة بالنسبة لكم، وقف مرات عديدة في وجه هذا النظام وناضل كثير في بريطانيا وفي دول عدة. والآن نترك له الفرصة في كلمة من حركة تحرير السودان، فليتفضل. السلام عليكم. إنابة عن نفسي وعن زملائي وعن حركة تحرير السودان، نرحب بكم ونحن سعداء كل السعادة بهذا اللقاء. وتأتي هذا اللقاء في هذا اليوم المهم من تاريخ السودان وفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان، ولأن هذا اللقاء لأن السودان أصلا كدولة هي مرت بمراحل عديدة جدا منذ تكوينها وشهدت لأكثر من 50 عاما حروب مختلفة استخدم فيها كل أنواع الأسلحة ضد المواطن. فظل السودان في هذه الفترة دولة تستخدم ضد شعبها، وفقدنا فيها أكثر من 5 مليون مواطن، لأن أصل الدولة لما تم تشكيلها في بدايتها ما كان الناس يتشاوروا فيها أصلا، لحد ما دارفور انضم لهذه الدولة في 1916. كان دارفور هي دولة قائمة بذاتها، وهي دولة ظلت تقاتل وتقاوم الأنظمة التي سبقتها، وظلت دارفور لحد 1916 تقاتل لوحدها من أجل الحرية ومن أجل النظام الديمقراطي ومن أجل إرساء دعائم الحرية والديمقراطية.
لحد ما انهزم دارفور وانضم لهذه الدولة بالقوة حقيقة ما كان شهد تشكيل وما كان الناس يتشاوروا في هذه الدولة منذ بدايتها. فلذلك كل نظام يمر بهذا الشكل لا بد من نهايتها أن يؤدي إلى انهيار بهذا الشكل الذي نحن فيه، لأن في بداية تشكيل الدولة هي أنتم تعلمون كيف كانت بداية تشكيل الدولة وكيف كان المقاومة من دارفور وكردفان وثورات من جنوب ثورات من شرق السودان لفترات طويلة جدا استمرت هذه الثورات ومقاومة شعوب السودان ضد المركز وضد الأنظمة اللي لا تؤمن إلا بالقهر والتسلط والنهب وهيمنة المركز على شعوب السودان المختلفة في أنحاء مختلفة، إذا كان شرق السودان أو شمال السودان أو غرب السودان. هكذا ظلت الشعب السوداني تعاني من استخدام دولة واستخدام نفوذ واستخدام مال ضد إنسان السودان لفترات طويلة جدا، إلى أن جاء نظام الإنقاذ، وهو أصلا نظام مصمم لإبادة الشعوب المختلفة. ده الهدف الأساسي اللي كان أصلا الإنقاذ ظلت في هذه الفترة، وإلا لما نحن فقدنا 4 مليون مواطن في دارفور. الآن أهل دارفور أكثر من 2 مليون نازح موجود في معسكرات المختلفة، أبادوا شعوب في جبال النوبة في شرق السودان، استنظفوا موارد البلد كله، مزقوا السودان كله إلى مجموعات، مزقوا الأحزاب نفسه إلى مجموعات مختلفة شديدة.